بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 14 من الكتاب التاسع، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر. وقت العصر عند الإمام أبو حنيفة أن يصبح ظل الشيء مثليه زائد ظل السواد، ده وقت العصر عند مين؟ عند الإمام أبو حنيفة. لكن عند الجمهور أن يصير ظل الشيء مثله زائد ظل الزوال، زي ما بينا بالأمس، قلنا لو أخضعنا عمود طوله متر والشمس تبتدي إيه تشرق، يقوم يبقى ظله في جهة الغرب طويل، كل ما تطلع يقصر 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 لحد ما تبقى فوقيه بالظبط، اللي هو إيه الاستواء، يكون أقل ما يكون إيه الظل، أقل ظل ده الذي لا ينقص يسموه ظل الاستواء. أول ما الشمس تميل ميل خفيف يروح متحول الظل إلى جهة الغرب، إلى جهة الشرق. أول ما يتحول لجهة الشرق يبقى ده أذان الظهر. تفضل الشمس تتحرك علشان جهة الغرب، يقوم الظل يزيد 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 لحد ما يبقى مثله زائد الظل الأصلي الذي لا ينقص. فلو قلنا المتر ده الظل الذي لا ينقص 20 سنتي، يبقى ما يصير متر وعشرين سنتي يبقى ده وقت العصر دخل، أذن العصر. أبو حنيفة يقولك استنى، العصر لسه ما يبقى ظله مثليه، يبقى إيه؟ يبقى مترين وعشرين. فهمت بقى إزاي؟ ده الإمام أبو حنيفة. ولم يوافقه حتى إيه محمد بن الحسن، محمد بن الحسن مع الجمهور كويس؟ إن إيه؟ إنك أنت تصلي العصر في أول وقته. يبقى وقت العصر عرفناه أن يصير ظل الشيء مثله زائد ظل الزوال، واضح؟ إلى أن تغرب الشمس. لكن وقت الإيه؟ وقت الكراهة يبدأ من اصفرار الشمس. فهمت إزاي؟ لأن بعد شوية بقى تلاقي الشمس ابتدت تصفر، اللي هي قبل الغروب بحوالي مثلا إيه ساعة كده تلاقي الشمس بدأت تصفر، يبقى كده ايه دخلنا في وقت الكراهة، ما تأخرش بقى العصر هذا الوقت. باب وقت العصر بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيح الحديث 49 بعد 500، قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، يعني معناها قبل الاصفرار، ومرتفع يعني معناها ايه لسه ما ملتش ميل كبير. فهمت ازاي؟ لم تميل ميل كبير الى جهة الغرب، تبقى اسمها ايه مرتفعة، لان لما تميل اكتر يبقى اسمها منخفضة. يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، حية يعني قبل الاصفرار، يعني قوية، ما زال شعاعها قوي لأن الاصفرار الشعاع يكون قل. فيذهب الذاهب إلى العوالي لأطراف المدينة فيأتيهم والشمس مرتفعة، يعني يمشي كده بتاع ساعة ساعة وشوية بعد ما يصلي العصر مع النبي ويوصل في أواخر المدينة إيه ولسه الشمس مرتفعة، دليل أن النبي كان يصليها في أول وقته. وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحو، شوف أنت لما يمشي واحد أربعة أميال يعني عايز له بتاع ساعة ونص كويس، بالسرعة إيه بالسرعة المعتادة بتاعت الشباب كده. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر
ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة، ولسه الشمس مرتفعة، دليل أن النبي كان يصليها في أول وقتها، خلافا لما فعله ملوك بني أمية كان يؤخروا العصر لحد ما يبقى خلاص المغرب قرب، فاضل عليه نص ساعة يصلوا العصر. الله، وظلوا على ذلك بقى 150 سنة لما بدلوا. فلما جم بعد كده العلماء رجعوا الأمور على ما كانت عليه، لكن ايه ايام بني أمية كان يؤخروا الظهر يصلوها قرب العصر، يأخروا الظهر قوي والعصر يصلوها قرب المغرب، فبدلوا، فهمت؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في أول وقتها. النتيجة عندنا هنا صلاة العصر على مذهب الجمهور وصلاة العشاء على مذهب أبي حنيفة، النتيجة اللي هنا صلاة العصر في أول وقتها، لكن العشاء عند غياب الشفق الأبيض على مذهب أبي حنيفة، فاهم؟ لأن باقي المذاهب في العشاء غياب الشفق الأحمر بس. باب إثم من فاتته العصر. هل فاتته العصر بالكلية حتى غربت الشمس تحتمل، أو فاتته العصر في وقت الاختيار اللي هو قبل الاصفرار تحتمل، أو فاتته العصر جماعة تحتمل، كل ده محتمل. باب إثم من فاتته العصر. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وتر يعني إيه؟ فقد، لأن الوتر يعني الإنسان يبقى منفرد كده لوحده، يعني معناه يموت أهله وماله، يبقى وحيد كده، يصير وحيد يعني في الدنيا. المصريين يقولوا عليه مقطوع من شجرة، مقطوع من شجرة، يبقى وتر، صلى وترا، فهمت ازاي؟ لأن الأهل بيشفعوك، يجعوك شفع، أنت وأهلك بقيتوا شفع، يبقى وتر يعني فقد، صار منفردا في الدنيا. يعني ايه؟ شوف انت لما واحد يفقد اهله وماله في حادثه يتحسر قد ايه ويزعل قد ايه. او اللي فاته العصر يوم حتى لو دخل الجنه ويشوف الثواب اللي فاته يشعر بنفس الحسره اللي يشعرها هذا الانسان الذي فقد اهله وماله. شفت قد ايه بقى التشبيه؟ يعني شوف انت لما واحد يفقد اهله وماله يتحسر قد ايه. أو لما تفوته صلاة عصر واحدة بس ويشوف ما فاته من الثواب في الآخرة يشعر بنفس الحسرة دي. فإياك تفوت العصر بدل ما تتحسر. باب من ترك العصر. ترك العصر يعني إيه؟ ما صلاش خالص بقى، يعني ما صلاش لحد ما فات وقتها خالص. وعن أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم اللي هو الفراهيدي قال حدثنا هشام اللي هو الدستوائي قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر، لأن الغيم لما يبقى مغطي الشمس تبقى مش عارف تميز بالظبط وقت العصر دخل إمتى، فممكن تأخر قوي تلاقي نفسك المغرب دخل وانت لسه ما صليتش العصر، لان الغيم منعك من انك تقدر الوقت بالشهر بالظبط. قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حبط عمله يعني ايه؟ يعني فقد ثواب عمله، يعني بقى عمله كله غير مثمر، ليس له نتيجة لا في الدنيا ولا في الآخرة، حبط عمله. باب فضل صلاة العصر. وعن أبي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس بن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدرة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يعني في الوضوح وليس في الجهة، في الوضوح، تشبيه بالوضوح لأن الله لا جهة له.
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. يعني هل الناس مهما كثر عدد الناس والقمر كامل كده في السماء يحتاجوا انهم يتزحموا عشان يشوفوه، ولا كل واحد بيشوفه كده وهو واقف في مكانه من شدة وضوحه؟ كذلك مش هنحتاج نتضم على بعض كده عشان نشوف ربنا، لا ده كل واحد يشوفه بوضوح وهو واقف في مكانه. لا تضامون يعني لا تنضمون على بعضكم البعض وتتزاحموا، وفي رواية لا تضارون بالراء يعني لا يضركم شيء من التزاحم، لا تضارون ولا تضامون روايتان. وفي هذا دليل على إثبات رؤية المؤمن لربه في الآخرة خلافا لما ذهب إليه المعتزل وأنكروا الرؤية. قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس اللي هي صلاة الصبح وقبل غروبها اللي هي صلاة العصر فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، سبحنا يعني صلي قبل طلوع الشمس يعني صلي الفجر، وقبل الغروب يعني صلي العصر، فالتسبيح هنا بمعنى الصلاة. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم. طب ايه علاقة رؤيتكم لربكم في الآخرة بصلاة الصبح في موعدها وصلاة العصر في موعدها؟ أنك إذا واظبت على صلاة الصبح والعصر تكون رؤيتك لربك أعم ومستمرة فتستمتع أكثر، لأن رؤية الله في الجنة أعظم من الجنة، أعظم من الجنة نفسها. فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي الإنسان اللي يواظب على صلاة الصبح والعصر يكون رؤيته لربه في الجنة أعم وأعظم، فيكون جنته مضاعفة، لأن أعظم ما في الجنة هو رؤية الله عز وجل. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل في ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ملائكة بالليل تحضر صلوات الليل وملائكة بالنهار تحضر صلوات النهار، ويلتقوا الملائكة الليل والنهار في صلاة الصبح وصلاة العصر عشان تسليم وتسلم. فيبقى صلاة الصبح وصلاة العصر بيشهدها ملائكة الليل والنهار. أنت إزاي؟ من الذي يسأل؟ إيه؟ ربهم يسألهم. ليه بيسأل الملائكة عنا؟ عشان الملائكة قالوا أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يقوم ربنا بيسألهم عشان يقيم عليهم الحج. يقول لهم هم دول اللي كنتوا بتقولوا عليهم يسفكوا الدماء؟ بيصلهم وبيعبدونهم بالرغم شهواتهم وبالرغم اختيارهم وبالرغم غفلاتهم وبالرغم ما وضعت فيهم من إيه؟ من ضعف واحتياج وفقر وافتقار. فهمت ازاي؟ يقوم ايه ربنا سبحانه وتعالى بيرد لنا اعتبارنا حيث قالت الملائكة تجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء، يبقى بيقيم الحج عليهم مش بيسألهم عشان ربنا بيستفهم غاب حكله، لا ده إقامة للحج على الملائكة حيث قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء. شوف الحديث بيقول ايه؟ قال يتعاقبون فيكم، يتعاقبون لغة أكلوني للبراغيث يسموها كده، لأن أصل الفعل لا يجمع طالما ذكر الفاعل بتاعه. هي أصل اللغة نقول ايه؟ يتعاقب فيكم ملائكة، يتعاقب فيكم. إنما يتعاقبون أجمع الفعل واذكر كمان الفاعل المجموع. دي لغة نادرة من لغات العرب برضه فتكلم بها النبي في هذا الحديث. وهي لهجة من لهجات العرب لكنها ايه غير مشهورة، لان اصل الكلمة تقول يتعاقب فيكم ملائكة، انما يتعاقبون يجمع الفعل ويجيب الفاعل كمان مجموع
اه اللي هي زي ايه، عملوها حتى ايه، عملوها اغنيه يقول لك ظلموني الناس ظلموني، دي على لغه ايه، لكن هي إيه اصلها ظلماني الناس، لكن عبد المطلب قالها ايه، ظلموني الناس ظلموني، جابها بلغه اكلوني البراغيث برضه، لان اصلها سموها اكلوني البراغيث ليه، لان اصلا تقول اكلاني البراغيث مش اكلوني البراغيث، تقول اكلاني البراغيث، فسموها ايه لغه اكلوني البراغيث، فهي على لفظ ايه لغه اكلوني البراغيث. يبقى النبي جاء بلهجات العرب كلها تكلم، لانه فصيح صلى الله عليه وسلم، فصاحه النبي جعلته يتكلم بكل لهجات العرب. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون، عشان كده قال ايه، وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا، يعني يشهد ملائكة الليل والنهار. قرآن الفجر هنا يعني صلاة الفجر، يبقى قرآن الفجر في الآية معنى صلاة الفجر. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، يعني لو أدركت ركعة، صليت ركعة كاملة وغربت الشمس بعد الركعة الكاملة، تكمل صلاة العصر وتبقى إيه، أدركت العصر أداء، خلافا لأبي حنيفة، إذا غربت الشمس عليك بطلت صلاة العصر لأنك أنت صليت في وقت الكرم. وكذلك لو طلعت عليك الشمس وأنت بتصلي الصبح بطلت صلاة الصبح عليك الإعادة بعد انتهاء وقت الكرم، ده مذهب الأحناف. لدرجة انت لو قمت وما صليتش الصبح ولقيت خلاص الشمس هتطلع عليك تنتظر، على مذهب الاحناف بتعمل ايه، تنتظر تلت ساعة لحد ما الشمس ترتفع وبعدين صلي الصبح. لكن على مذهب باقي المذاهب قالك لا، صلي على طول، ما انت لسه قايم، وليس في النوم تفريط، ده النهي متعلق باللي صلى وانت ما صليتش. فهمت بقى المسألة؟ ففيها مذهبان. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. وعن أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر، سجدة يعني إيه؟ يعني ركعة بذكر البعض وإرادة الكل، كده برضو سموه نوع من المجاز. إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وده إيه قول الجمهور خلافا لمين، للأحناف. وعن أبي قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه، أبي اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. يعني لو كان الزمن اللي ربنا خلقه للدنيا يوم واحد، يبقى أمة النبي واخدة من العصر للمغرب، دي عمرها، والأمم السابقة مجموعهم من صلاة من الفجر لحد العصر، يعني أمة النبي جاءت في آخر جزء من الدنيا. كويس؟ إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم، يعني بالنسبة لما سبقكم من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. لو تصورت أن الدنيا كلها يوم واحد من فجر إلى الغروب، يبقى أمة النبي مدتها من العصر للمغرب. فهمت بقى إزاي؟ فشوف أنت العصر للمغرب نسبته قد إيه بالنسبة لليوم، يبقى ده نسبة عمر أمة النبي بالنسبة لعمر باقي الأمم السابقة.
إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار، يعني جاء وقت الظهر، عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، اللي هو الأجر بتاعهم يعني. وليه كرر؟ يعني كل واحد قد قيراط قيراط، معناه يوزع عليهم الأجر يعني. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر. يبقى كأن التشبيه هنا مدة الدنيا من أول التوراة لحد إيه؟ مش من أول آدم، ما جابش سيرة آدم هنا، ده مدة الدنيا من أول نزول التوراة لحد إيه؟ قيام الساعة. فهمت إزاي؟ يبقى اللي خدوا التوراة كأنهم عبدوا الله من الصبح للظهر، واللي خدوا الإنجيل كأنهم عبدوا الله من الظهر للعصر، واللي نزل لهم القرآن كأنهم عبدوا الله من العصر إلى المغرب، ثم تقوم الساعة خلاص. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا عملوا يعني بمقتضى، حتى إذا انتصف النهار وعجزوا، عجزوا لأنهم كفروا بعد كده بالإنجيل، عجزهم هنا معناه إيه؟ كفرهم بالإنجيل. فأعطوا قيراطا قيراطا لمن عبد الله قبل نزول الإنجيل. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر، ثم عجزوا لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن، عجزهم هنا معناه إيه؟ عدم إكمالهم بالإيمان بالقرآن. فأعطوا قيراطا قيراطا لمن عبد الله قبل نزول القرآن منهم. ثم أوتينا القرآن اللي هي أمة النبي بقى، فعملنا إلى غروب الشمس. فأعطينا قيراطين قيراطين، عملنا مدة أقل وأجر أعلى، أمة النبي عملت مدة أقل وأجر أعلى ببركة نبيه. فهم؟ فقال أهل الكتابين أي ربنا، أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين علينا احنا، وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا لأنهم قعدوا مدة أطول. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء، أنا زودتهم، أنا ما ظلمتكوش لكن زودت دول من فضلي. يبقى ربنا عاملهم بالعدل وعامل أمة النبي بالفضل. ربك عاملهم بالعدل وعاملنا نحن إيه؟ بالفضل. ببركة مين؟ ببركة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا أهل الفضل، بل هو أفضل أهل الفضل صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك. دول اليهود ما كملوش، لا حاجة لنا لأجرك يعني إيه؟ يعني كفاية كده، مش هنشتغل تاني. فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت وهديكم الأجر كله كامل. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا ومش عايزين نكمل. فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين، خدوا أجرهم وأجر الفريقين اللي قبلهم اللي هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ده يبين لك فضائل أمة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم ببركة نبيها. لما دعا الله داعينا بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم صلى الله عليه وسلم. باب وقت المغرب. وقت المغرب سهل، ان الشمس ايه؟ يختفي حاجب الشمس في الافق خلاص، يعني طول ما الشمس كده باينه اثر منها في الافق لسه المغرب مدني. اذا وجبت سقطت يعني في الافق اختفت تماما،
يبقى ده وقت المغرب، قوم صلي المغرب والصائم يفطر. الصائم يفطر والايه؟ والمصلي يصلي. باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. عند الشافعية المريض لا يجمع، ليس المرض سببا للجمع في الصلاة عند الشافعية، ولكن عند الحنابلة يجيزون الجمع من أجل المرض. عند الحنابلة يعني يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء، ده عند الحنابلة من أجل المرض. يعني لو واحد مريض ممكن يتوضأ وضوء واحد ويصلي الظهر مع والعصر وينام لحد ما يقوم بعد المغرب، يتوضى وضوء واحد ويصلي المغرب والعشاء وينام، يبقى كأنه بيتوضى ثلاث مرات في اليوم. فاهم؟ لأن ساعات المرض يمنعه أنه يكرر الوضوء، يبقى صعب عليه. فممكن نفتيهم بهذا المذهب للي هو يصعب عليه الوضوء. والشافعية قال لك ممكن يجمع جمع سوري، يعني إيه؟ يعني يأخر الظهر شوية لحد ما يبقى خلاص العصر قرب يأذن، يوم يتوضى وضوء واحد، يصلي الظهر، على ما يخلص الظهر ويسبح ويختمه يلاقي دخل وقت العصر ونص العصر. وكذلك المغرب، يصلي المغرب ايه قرب آخر وقتها، يعني بعد ما تدن كده بربع ساعة. وبعدين يروح يصلي المغرب، يخلص المغرب يروح على طول يصلي العشاء، يبقى اسمه جمع سوري وليس حقيقي. لكن الحنابلة أجازوا الجمع الحقيقي من أجل المرض. فهمت بقى؟ باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي صهيب مولى رافع بن خديج قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني قبل ما إيه؟ ما تعم الظلمة يعني، دليل كانوا بيصلوا المغرب في أول وقته. وينصرف من صلاة المغرب ويبقى لسه في أثر الضوء، اللي هو إيه؟ لأن لسه الشفق موجود، لم يغب الشفق. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، محمد بن جعفر اللي ساعات يقول عليه غندر، قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. ليه بقى لما جاء الحجاج؟ عشان الحجاج بقى يأخر الصلوات. فراح وسأل. سألوا جابر بن عبد الله اللي بيعمله ده صح؟ بقى يأخر صلاة الظهر يصليها قرب العصر، ويأخر العصر يصليها قرب المغرب، ولخبط الصلوات. عشان إيه؟ طول النهار قاعد يظلم في الناس، فما عندوش وقت يصلي الصلاة في وقتها. مشغول بالظلم. فاهم؟ كان ظالم. قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة يعني في شدة الحر، يعني في أول وقته. يبقى الهاجرة اللي هو سمى التهجير، إنك تصليها في أول وقتها في شدة الحر. والعصر والشمس نقية. نقية يعني إيه؟ يعني قوية حية قبل أن تصفر، يعني في أول وقتها برضه. والشمس نقية والمغرب إذا وجبت. وجبت يعني سقطت في الأفق، سقطت الشمس. الوجوب هنا بمعنى السقوط، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ والبنة جعلناها شعائر الناس إيه؟ فإذا وجبت فكلوا منها. وجبت يعني إيه؟ سقطت بعد ما تدبح وهي واقفة، تقوم يسقط الجمل كده، فإذا وجبت فكلوا منها وأطعموا. يبقى وجبت هنا بمعنى سقطت. فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني واقفة صواف عند ذبح البدن، البدن الجمال يعني. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وجبت يعني سقطت على جنبها يعني.
فهنا برضو ايه؟ وجبت بمعنى سقطت. والمغرب اذا وجبت يعني سقطت الشمس في الافق. والعشاء احيانا واحيانا، يعني كان احيانا يصلي العشاء بعد غياب الشفق، واحيانا ياخرها الى ثلث الليل صلى الله عليه وسلم، والى نصف الليل اقصاها. والعشاء احيانا واحيانا اذا راهم اجتمعوا عجل، واذا راهم ابطوا. ابطوا يعني ابطاوا، بس بلغه ايه؟ ابو جعفر، بقراءه ابو جعفر. واذا راهم ابطوا اخر. والصبح كانوا او كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، الغلس اللي هي ظلمه اخر الليل بعد طلوع الفجر. الغلس ظلمه اخر الليل، يعني كانه يصليها بغلس يعني في الظلام. خلافا برضو الاحناف يصلوا الصبح ايه؟ بالاسفار، يسفروا بالصبح عند الاحناف، يعني لما يبتدي النهار هيشقشق يقيموا الصلاه للصبح. فالحمد لله، وفي مذهب حنفي اللي راحت عليه نومه يلحق عندهم الصلاه. ليه؟ لان حقيقيه بيصلوا مع الاسفار. كان في مسجد في المنيل اسمه مسجد الشرعيه، وانا كنت ساكن في المنيل، كان مسجد الشرعيه ده يعملوا زي الاحناف، يقيموا صلاه الصبح بعد ساعه الا ربع من الاذان. ساعه الا ربع، تلاقي كل المساجد صلت وروحت وكله تمام، وهم لسه هيقيموا الصلاه ان شاء الله. ده في الصبح كل يوم. فكان المسجد ده الحمد لله ربنا يسترني بيه ستر كبير، كنت ساعتها اسهر في المستشفى وبعدين يروح عليا نومة، اصحى مع الاسفار خلاص اخد العربيه اروح هناك اصلي صلاه كامله جماعه. فكان مسجد ايه ربنا سترنا بيه ستر كبير، رضي الله عن الامام ابو حنيفه. بس هما ما يفهموا، مش كانش فاهمين ان مذهب ابو حنيفه كده، هما بيعملوها كده وخلاص. لكن هما كانوا يعرفوش ان مذهب ابو حنيفه كده. انا ما رضيتش اقول لهم بقى، سبتهم على كده وقلت خلينا مستورين بهذا المسجد كده الحمد لله. يبقى الاحناف يقيموا صلاه الصبح ايه؟ بالاسفار، بعد ما الشمس النهار تبتدي ايه يشقشق قبل ما الشمس تشرق. لكن ايه باقي المذاهب يصلوا الصبح بغلس، غلس يعني لسه الظلام موجود، الغلس اللي هي ظلمه اخر الليل. وعن ابي قال حدثنا المكي ابن ابراهيم قال حدثنا يزيد ابن ابي عبيد عن سلمه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب. توارت بالحجاب يعني ايه؟ توارت في الافق، اختفت الشمس في الافق، الحجاب اللي هو حجاب الافق. وعن ابي قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. ما احنا اتكلمنا على الحديث ده قبل كده، حديث سيدنا ابن عباس. سبعا جميعا يعني المغرب مع العشاء جمعهم، وايه وثمانيا جميعا يعني جمع الظهر مع العصر. فالعلماء قالوا ده جمع صوري، وعلماء تانيين قالوا لا ده جمع حقيقي لئلا يحرج امته، كما بينا ذلك بالامس. باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. الأعراب كانوا يسموا المغرب عشاء ويسموا العشاء العتمة. الأعراب كانوا يعملوا كده، النبي لا، النبي عايز إيه؟ يسمي كل شيء بمسماه. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتغلبنكم الأعراب على صلاتكم العتمة، اللي هي العشاء يعني، على صلاتكم المغرب. باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. وعن أبي قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال الأعراب وتقول هي العشاء، يعني الأعراب كانوا يقولوا على المغرب العشاء. باب ذكر العشاء والعتمة، وكان يقولوا على صلاة العشاء إيه؟ العتمة. ومن رآه واسعا، يعني بعض العلماء قال لك يا يعني يجوز أنك أنت تقول دي على دي كده وتقول دي كده، يعني رآه واسعا، لكن الراجح لا. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر،
وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر. هو قال العشاء والفجر، وبعدين قال لو تعلمون ما في العتمة، علشان يبين قصده في العشاء الأولانية هي العتمة عند الأعراب. فهمت؟ يبقى النبي لما قالها العتمة تاني مش لجواز إطلاق العتمة، لا، لرفع الاشتباه في قوله الأول أن العشاء هي المغرب، بل العشاء هي العتمة. أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى من ومن بعد صلاة العشاء في الإذن. ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. أعتم بها يعني إيه؟ يعني أخرها. وقال ابن عباس وعائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء يعني أخرها، لأن العتمة هي شدة الظلمة يعني. وقال بعضهم عن عائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. بيجيب لك دي كلها أخبار معلقات، إن بعض الصحابة قالوا على العشاء العتمة، وبعضهم قالوا على العشاء العشاء. فعلى شكل يقول لك من رآه واسعا يعني. وعن أبي قال حدثنا عبدان قال حدث أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة. يقصد بالناس هنا إيه؟ الأعراب. ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. يعني معناه أن بعد 100 سنة من هذه الليلة من الصلاة دي مش هيكون في هذا في واحد من هذا الجيل عايش على وجه الأرض. يجي جيل جديد بقى، فهمت؟ على رأس 100 سنة. قال أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها، يعني بعد 100 سنة بالضبط من هذه الليلة، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. يعني كل يموت ويأتي جيل جديد. ومن هنا استدل بعض العلماء على موت الخضر، قالوا حتى لو الخضر كان عايش لحد هذا الوقت يبقى مات بعد 100 سنة. وده استدلال الإمام البخاري، رأيه أن الإمام أن الخضر خضر سيدنا موسى أنه مات بسبب هذا الحديث. كويس؟ لكن معظم العلماء الذين أقروا حياته، لأنه قالوا أن الخضر ما زال حيا وهو الذي يظهر مع المسيح الدجال فيقتله ويشقه نصفين ثم يدعوه فيحيا ويقول أنت الذي أخبرنا رسول الله عنك أن هذا الذي يقتله الدجال هو الخضر وأن الخضر ما زال حيا. طب عملوا إيه في الحديث ده؟ قالوا النبي بيقول على ظهر الأرض والخضر يكون غالبا في البحر. ده رأي. أو أن هذا على سبيل العموم الذي هو يقبل الاستثناء. على سبيل العموم القابل للاستثناء. ويستثنى الخضر بأدلة أخرى. فهمت بقى العلماء اللي هم قالوا بحياة الخضر. وأنا أميل لحياة الخضر أنه ما زال حيا. أميل لها. سيدنا عبد الله الصديق الغماري قال لا، غالبا يكون مات، لكن في مقام اسمه المقام الخضري يظهر لبعض الأولياء. مقامه في صورة رجل يسمى الخضر. يفتيه بشيء أو يقول له شيء، ففيها خلاف بين العلماء. لكن أنا لا أستبعد أن يكون حيا، لأن الدجال أيضا عمره طويل، فيبقى الذي يبينه لابد أن يكون في نفس خبرته في العمر. الدجال عايش من أيام شوف النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن الدجال عايش وشافوه، حتى إيه تميم الداري شافه في جزيرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. دليل ان الدجال او عايش من ايام النبي وهيفضل ويظهر اخر الزمان ويقتل سيدنا عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم طويل العمر برضه، ليه؟ لانه رفع الى السماء وينزل في اخر الزمان، طويل العمر وما زال حيا. يبقى طويل العمر يقتل طويل العمر، وطويل العمر زي يوم الخضر هو الذي يثبت انه هو ايه؟ الدجال. يبقى ثلاثه طوال العمر، الخضر وسيدنا المسيح ابن مريم والمسيح الدجال،
والتلاتة هيجتمعوا في ايه؟ لما ينزل سيدنا عيسى ويظهر الدجال ويقتله سيدنا عيسى. في اول ظهور الدجال هيجتمع الدجال مع الخدم. في اخر نهاية مدة الدجال الى 40 اليوم الاخيرة، اليوم الاربعين الاخير من ظهوره، هينزل سيدنا عيسى بن مريم يقتله عند باب لد. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف عند باب وقت العشاء غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر امورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.